أحبتي في المسيح، أحييكم مع فقرة جديدة من فقرات أسئلة المسلمين الشائعة. وسؤال اليوم يقول: هل المسيحيين يعبدون ثلاثة آلهة؟ واحد من إخوتنا المتقدمين للمسيح من خلفية إسلامية يجاوب على تساؤلات المسلم ويقول: مثل حال كثيرين مثلنا، المسيحية تعلم التوحيد وتحرم الشرك. مش دين شرك مثل ما يعتقد البعض بسبب تشويه صورة المسيحية. حنا المسيحيين ما نعبد ثلاثة آلهة، بل نعبد إله واحد. كتابنا يقول في التوراة: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا إله واحد. تثنية 6:4. نفس الآية استشهد بها مين؟ ربنا يسوع المسيح في مرقس 12 الآية 29. ولما عاد السائل يردد أن المسيحيين يعبدون ثلاثة آلهة، رد عليه الأخ المتقدم وقال: لا يوجد أي دليل في الإنجيل يقول اعبدوا ثلاثة آلهة. ولكن هذا الفكر المغلوط عن المسيحية جاء من خلال اتهامات القرآن لنا حنا المسيحيين في سورة المائدة 37 والمائدة آية 116 والنساء 171. القرآن يقول أن الله تزوج مريم وخلف يسوع المسيح، والمسيحيين يعبدون ثلاثة آلهة. ولكن الحقيقة هي أن عبر تاريخ المسيحية منذ نشأتها إلى الآن لا يوجد أي دليل على هذا. طب السؤال هو: هل الآب والابن والروح القدس ثلاثة آلهة؟ السائل المسلم يقول: طيب أنتم تعبدون الآب والابن والروح القدس. فرد عليه الأخ المتقدم وقال: نعم، ولكن هذا الثالوث ما تكلم عنه القرآن، ولكن القرآن ينتقد ثالوث الله والصاحبة مريم والولد يسوع في سورة الأنعام الآية 101. فقال المسلم: لكنكم تعبدون الآب والابن والروح القدس، وهذا كفيل بجعلكم مشركين. لكن المتقدم رد عليه وقال: حنا نعبد الله الواحد، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد. قال المسلم: أتحداك أن تجد آية في الإنجيل بها كلمة ثالوث. رد عليه المتقدم: لا أحب لغة التحدي بسبب فقدان عنصر المحبة، ولكن هستخدمها للحجة. أنا أتحداك أن تجد آية في القرآن بها كلمة توحيد. توقف المسلم عن التفكير لوهلة ثم قال: لكن مفهوم التوحيد موجود ضمن آيات القرآن، مثل قل هو الله واحد. فقال له الأخ المتقدم: كلامك صحيح، كلمة التوحيد غير موجودة في القرآن، ولكن القرآن يعطي مفهوم التوحيد. هم بعد الإنجيل لما قال المسيح: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، متى 28 الآية 19. كلمة توحيد أوجدها الفقهاء للدلالة عن هذا المفهوم، مثل الثالوث الذي أوجده اللاهوتيين للدلالة على هذا المفهوم الإنجيلي. والحقيقة كلمة ثالوث بالعربي غير دقيقة، وبالرجوع للنص اليوناني فقد تم استخدام كلمة ترينيتي، والتي تدل على الوحدانية الثلاثية. فالإيمان المسيحي مبني على الله الآب وكلمته المسيح وروحه الروح القدس. فارتبك المسلم وقال: لكن كيف أنتوا تقول أن الله ثالوث؟ هذا شرك، ما يجوز بحق الله. فقال له الأخ المتقدم: عندك في الإسلام تعاليم مثل كده، هناك ثالوث في الإسلام،
والله ذاته ونفسه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب، مائدة 116. والنفس هي الذات حسب مفسرين الإسلام. فهل تعتقد أن المسلم يعتبر مشرك إذا قال أنه يعبد الله ونفس الله وذات الله؟ ولو قال المسلم أنه يعبد الله وكلمته وروحه فهل يعتبر مشرك؟ لكن الله واحد وهذه صفاته مرتبطة به. فقال المسلم لا تشبه هذه بتلك. فالمسلم لم يخترع ألقاب الله وصفاته، ولكن نستخدم كلمة كل صفة وكل اسم وصف الله لنفسه به في القرآن أو السنة. فرد عليه المتقدم وقال وحنا المسيحيين هم بعد ما اخترعنا الثالوث من ذات أنفسنا، ولكن علماء التفسير لخصوا هذا المفهوم بهذه الكلمة للدلالة عن الله الواحد المثلث الأقانيم. ولا يوجد أي تعارض بين صفات الله ووحدانيته. انتهى النقاش بين الأخ المتقدم والأخ المسلم دون أن يتنازل المسلم ولا المسيحي، على الرغم من وضوح مظهر الصدمة في تعبير وجه المسلم. أحبتي المشاهدين، شاركوني هذه الصلاة من أجل كل نفس تبحث عن الحق. يا سيد الإله الواحد وسيد هذا الكون وخالق الكل، أنت هو الله القادر المحب الحنون، من فضلك تحنن على هذا الأخ المسلم وعلى هالبيته وأعطيه الشجاعة أن يقول أنني خاطئ ومحتاج لك يا رب علشان تخلصني وتجعلني حر بالكامل، لأنك أنت الله الكامل. بالمسيح يسوع أصلي، آمين. يا بختك بالسماء نتعبك تستريح، كنت عايش كما يحق لنجيل المسيح. يا سعدك يا هناك اللي يسوع غناك، يا سعدك يا هناك اللي يسوع غناك، جهز لك مسكنك وخلاصك تمما. يا بختك بالسماء، يا بختك بالسماء نتعبك تستريح، كنت عايش كما يحق لنجيل المسيح. يا بختك بالسماء نتعبك تستريح، كنت عايش كما يحق لنجيل المسيح. يا سعدك يا هناك اللي يسوع غناك، يا سعدك يا هناك اللي يسوع غناك، جهز لك مسكنك وخلاصك تمما. بختك بالسماء، يا بختك بالسماء نتعب تستريح، كنت عايش كما بالسماء. يا بختك بالسماء ما تعب تستريح، كنت عايش كما يحق لنجيل المسيح. بأمانة أمينا في الجليل، تاخذ كثير مكانة
زيادة ودون كيل. عشت لربك بأمانة أمينا في القليل، تاخذ كثير مكانة بزيادة ودون كيل. يا سعدك يا هناك قال لي يسوع غناك، يا سعدك يا هناك قال لي يسوع غناك. جهز لك مسكنك وخلاصك تمما، يا بختك بالسماء، يا بختك بالسماء، لا تعب تستريح، كنت عايش كمان يحق لنجيل المسيح. يا بختك بالسماء، لا تعب تستريح، كنت عايش كمان. أكملت السعي وأحسنت الجهاد، تقضي أيامك معي ميراثك بلا مجاد. يقلك أكملت السعي وأحسنت الجهاد، تقضي أيامك معي ميراثك بلا مجاد. يا سعدك يا هناك قال لي يسوع غناك، يا سعدك يا أنا قال لي يسوع غناك. جهز لك مسكنك وخلاصك تمما، بختك بالسماء، يا بختك بالسماء، لا تعب تستريح، كنت عايش كمان يحق لنجيل المسيح. يا بختك بالسماء، والنعم تفضل يا عبدي الأمين. مع قديسين تعلم افرح في كل حين. تسمع والنعم تفضل يا عبدي الأمين. مع قديسين تعلم افرح في كل حين. يا سعدك يا هناك قال لي يسوع غناك، يا سعدك يا أنا قال لي يسوع غناك. جهز لك مسكنك وخلاصك تمما، يا بختك بالسماء، يا بختك بالسماء، لا تعب تستريح، كنت عايش كمان يحق لنجيل المسيح. يا بختك بالسماء، لا تعب تستريح، كنت عايش كمان يحق لنجيل المسيح. يا سعدك يا هناك قال لي يسوع غناك، يا سعدك يا هناك قال لي يسوع غناك. جهز لك مسكنك وخلاصك تمما، يا بختك بالسماء، يا بختك بالسماء، يا بختك بالسماء.
يعتبر الهجوم أفضل وسيلة للدفاع، والتعميم أفضل طريقة للتبرير. يعني إذا فيني عيب فكلكم عيوب، وإذا كنت أنا سارق فكل الناس حرامية، وإذا أنا متوحش فلأني عايش وسط ذيابه، وإذا كنت كذاب فلأن الصدق غير موجود أصلا. وللأسف هذا التفكير مش صادر من شخص ناوي يتغير، لكنه صادر من شخص مقتنع بنفسه وراضي بأفعاله وناوي يستمر، لكنه يحتاج حجة ومنطق يبرر فيهم أعمال الوحشية تجاه الآخرين. يبي يقنعك إن في القصاص حياة، وفي الحرب سلام، وفي الهجوم على الأبرياء دفاع عن النفس، وفي الظلم حكمة، وفي العداوة محبة، وفي السيف رحمة، وفي الدنيا إنسانية، وفي الغلط صح، والمطلوب منك تقبل وانت ساكت. هذا منطقه وهذا إيمانه، شايف إنه خليقة، إنه شايف إنه خليفة الله في الأرض، وأكبر مبرراته إنه ينفذ أمر الله في خلقه، مقتنع إن كل الأديان تحمل نفس الأفكار، مش بس دينه، كل الأديان فيها قتل وذبح وتكفير وحدود وجزية وجهاد وردة، وكلهم يسلبون المرأة حقها وأكثر بكثير جدا. صعب عليه جدا يجمل صورته، فيحاول تشويه صورة الناس، وبنفس الأسلوب والمنطق يطلع لنا كل يومين واحد في الإعلام ويدعي إن مش بس عندهم فيه قتل وتكفير واضطهاد، لكن حتى المسيحية فيه نفس الشيء بل وأكثر. طيب أنت من فين جبت إن المسيحية فيه كل ذا الكلام؟ يعني هل أنت مسيحي مثلا؟ هل تعرفت على المسيح؟ هل قريت الإنجيل طيب؟ هل عمرك سمعت عن رجل دين مسيحي أباح دمك أو عرضك أو فرض عليك الجزية؟ هل الحال في جعل صورتك مقبول أنك تشوه صورة المسيح؟ ممكن نعرف فين شفت أن المسيحية تكفر غير المسيحيين؟ أو أنت كذا من نفسك قررت أن المسيحية كذا فهي كذا وخلاص؟ ما لقيت حل لمشكلتك إلا أنك تتهمنا أن إحنا مثلك. ليش مش هاين عليك الناس تعرف الحقيقة؟ ليش صعب عليك تقبل حقيقتك؟ ليش مانع الناس تتعرف على المسيح؟ ليش مش قابل تفهم أن المسيح رحمة؟ المسيح محبة، المسيح عدل، المسيح يحبك وأمرني حتى وإن تكرهني أحبك. المسيحية خالية من مشاعر الكره تجاهك أو تجاه أي إنسان ثاني مهما كان أو مهما كان منه. وعلى فكرة ترى ما في شيء اسمه تكفير أو كافر في المسيحية، وكونك غير مؤمن باللي أنا مؤمن فيه ما يعطيني الحق إني أقتلك أو أجرحك أو حتى أأذيك. ومن فهمك إن المسيحية تقتل المرتد؟ أو مين قال لك أصلاً إن في شيء في المسيحية اسم الردة أو حد الردة؟ كل إنسان يا أخي حر في اختيار دينه وعقيدته، وترى المسيحية مش في حاجة تفرض نفسها على أحد أو تشتري ناس، وترى المرأة حقها في المسيحية مصان مثل حق الرجل بالضبط، ما ينقص من حقها شيء، الاثنين متساويين عند الله، شركاء لكل واحد منهم دوره ومهمته في الحياة. والعالم كله يشهد إن كل ما وصلت إليه المرأة اليوم من مكانة وحقوق
كان بفضل تعاليم السيد المسيح اللي كانت واضحة في تغيير حال المرأة في العالم قبل مجيئه وبعده. المسيحية بريئة من الكره والحقد والدم والخصام. المسيحية مش تعاليم بشر عشان تغلط أو تميز. المسيحية تعاليم إله حي محب وعادل. المسيحية خالية من تعاليم الفرض والغصب والأجبار. المسيحية أفعال مش شعارات. رجاء أن تعرف على المسيحية بجد، بلاش كذب وافتراءات. ونصيحة، بدل ما تضيع وقتك تشوه تعاليم المسيح، حاول تتعرف عليه أكثر وتتقرب منه. تعب نفسك شوي أو خلي كلامك مرجع على الأقل عشان نعرف إحنا بعد نرد عليك. أتمنى تكون عرفت إيش المسيحية وإيش علمني المسيح. وفي الختام أشكركم على المتابعة، وأتمنى لقائكم الأسبوع القادم على خير. في أمان الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونه متوافر لنا دايم في الضيقات، علشان كذا ما نخاف ولو تزحزحت الأرض وانقلبت الجبال إلى قلب البحار، تهيج وتزبد مياهها، تتزلزل الجبال من عنف جيشانها، تفرح مدينة الرب حيث مساكن العلي بنهر دايم الجريان. الله في وسط المدينة فما راح تزعزع، يعينها الله في الفجر المبكر، ماجت الأمم وهاجت فتزلزلت الممالك، ولكن ما اندوى بصوته حتى ذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب، تعالوا وشوفوا أعمال الله اللي صنع عجائب في الأرض، يقضي على الحروب في الأرض كلها، يكسر القوس ويشق الرمح ويحرق المركبات الحربية بالنار. استكينوا واعلموا أني أنا الله، أتعالى بين الأمم وأتعالى في الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. أحبتي في المسيح، وصلنا الآن إلى ختام حلقة المجلة السعودية، ونختم زي ما تعودنا في الاختبارات. وهذا الاختبار اللي وصلنا من الأخ ألف من مصر، يقول: أنا شاب علمني أبي أن أفكر واحترم واستخدام العقل. عندما كنت أسأل أبي بعض الأسئلة كان أحيانا يرفض الإجابة ويحثني على أن أحسب نفسي عن الحقيقة، مما جعلني أشك أن أبي قد غير دينه لكن لم أصارحه بذلك. وكانت هناك أسئلة كثيرة تحيرني، مثل: هل الإنسان مخير أم مسير؟ ولماذا ينسخ الله تعاليمه بتعاليم أخرى؟ هل الله متردد؟ أليس الإرهابيون والقتلة يبررون أفعالهم على أنها تعاليم الله؟ والحقيقة أن الإجابة على هذا السؤال الأخير جعلني أشك بأن القرآن مقدس، لأني أثق برحمة الرب وخيره، وبدأت أن أفتش الأديان الأخرى، وكان النت خير صديق لي في هذا المجال. أعجبتني تعاليم المسيح، ولكن راودتني أيضا أسئلة كثيرة، مثل: لماذا لم يغفر الرب لآدم خطيئته وهو الرب الغفور الرحيم؟
ولماذا طرده من الجنة؟ ألم يكن من الممكن أن يعاقبه ولكن أن يبقيه في الجنة؟ وما هي الحكمة من التجسد؟ ولقد ساعدتني قناة الحياة لكي أجد الأجوبة الصحيحة والمقنعة لكل أسئلتي، فأنا سعيد جدا لأن عقلي تصالح مع قلبي بواسطة مخلصي يسوع المسيح له كل المجد، الذي وجدت أنها هو كلمة الرب وهو الرب. فبرامج قناة الحياة هي الهواء النقي الذي استنشقه، وللأسف ليست لدي بديل في الوقت الحاضر، فأنا لا أستطيع أن أجهر بإيماني، وهكذا أتبع أسلوب أبي وهو الصمت. والحمد للرب أنني أستطيع أن أشاهد برامج قناة الحياة بدون أي مشكلة في بيتي، وكذلك كانت فرحة أبي كبيرة جدا بقناة الحياة، فهو لم يكن يعرف بوجود مثل هذه القنوات. كما أرجوكم أن تصلوا من أجلي المربوطين برباط إبليس. آمين يا أخو يا ألف من مصر، أنتوا جميعا بصلاتنا. فأنا أصلي أن الرب يستخدمك أنت وأبوك لخلاص أهل قريتك ومدينتك بعد. ليش؟ مش مستحيل الرب يستخدمك، ثق بهذا الشيء. إلهنا قوي، إلهنا اللي وصلك ووصل لأبوك من قبلك يوصل للباقي بالمسيح يسوع. أنتوا في صلاتنا. آمين. أحبتي المشاهدين، والآن أترككم في رعاية المسيح إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية. إلى اللقاء.